أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص وزارة الإعلام بجميع قطاعاتها على الالتزام باتباع الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والفنية تنفيذا للتوجيهات الحكومية بشأن قواعد تنفيذ الميزانية لكل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها. تصريحات الجبري جاءت عقب اجتماعه أمس السبت بقيادات الوزارة لمناقشة مشروع الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.